احتفل النجم الهندي شاهد كابور بعيد ميلاده 41، وقد أقام الحفل في منزله بمومباي، وذلك يوم الجمعة الموافق ليوم 25 فبراير من عام 2022، وذلك بحضور مجموعة من أفراد عائلته وأصدقائه المقربين، ومن أبرزهم شقيقه الأصغر والممثل الهندي إيشان خاطر والممثلة الهندية أنانيا بانديل التي يعتقد أنها صديقة إيشان. كما حضر الحفل أيضا الممثل الهندي الشهير سيدهارث مالهوترا والممثلة الهندية الشهيرة كيارا أدفاني التي يعتقد أنها صديقة سيدهارث. وقد كان من بين الحضور المنتج السينمائي الشهير أمانجيل، وهو منتج فيلم جيرسي أحدث أفلام شاهد كابور هذا، وقد نشر عدد من ضيوف الحفل صور من الحفل على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تضمنت صور تجمعهم بشاهد وزوجته ميراج راجبوت. ومن جهة أخرى أعلن سلمان خان وكاترينا كيف عن موعد إطلاق فيلمهما الجديد تايجر الجزء الثالث، حيث شارك الإعلان التشويقي الأول بأسلوب مميز تماما مثل معظم أفلام سلمان خان، وسيكون موعد إصدار الفيلم بتاريخ 21 أبريل من عام 2023. وقد شارك المقطع التشويقي للفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلنا أنه سوف يتم إصداره في عام 2023. وللإشارة فإن الفيلم سوف يصدر بثلاث لغات، وهي الهندية والتاميلية والتلجو. أما عن تايجر 3 فهو الجزء الثالث في سلسلة أفلام سلمان خان وكاترينا كيف من إخراج مانيش شارما ومن إنتاج أديتيا شوبرا، ويضم أيضا أحد من النجوم عمران هاشمي. في أجزاء الفيلم يلعب سلمان خان دور الجاسوس الهندي أفيناش سين أو تايجر راتور الذي يقع في حب الجاسوسة الباكستانية زوية حميمي وهي كاترينا. لقد تم تصوير الجزء الثالث للفيلم مؤخرا في ديره والمناطق المجاورة لها، حتى أن بعض المعجبين نشروا صور للنجوم من مواقع التصوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقبل ذلك صور سلمان وكاترينا الفيلم أيضا في روسيا والنمسا.